لأول مرة بالرغم من رحلة طويلة داخل الأراضي الزراعية ومن محافظة لمحافظة، فعلا لأول مرة أصور عن محصول الحرنكش، وأول مرة إن أنا أبقى موجود في أرض فيها اهتمام بالزراعة ويقول لا ده ليه قيمة غذائية مرتفعة جدا، ده بيطلب عندنا. أنا شايف إن هو من المحاصيل اللي اتظلمت شوية. الأول أنا برحب بيك. يا مرحبا. أتعرف بيك اسمك إيه؟ شربيني عبد الهادي غانم. شربيني عبد الهادي؟ غانم. إحنا فين دلوقتي؟ إحنا في مركز بدر قرية ألف. قرية ألف مركز بدر الحاج الشربيني. احكي لي قصة الأرض هنا مساحتها قد إيه؟ والري بتاعها جاي منين؟ الري عندنا ارتوازي وعندنا البحاري. ما شاء الله عندك الري ده وده. عندنا النيلة وعندنا الارتوازي. الأرض الرملية مشاكلها إيه في الزراعة؟ الملوحة. ملوحة. بسبب التربة ولا بسبب المية؟ لا بسبب المية. بسبب المية. التربة قليلة يعني الملوحة فيها ضعيفة. أيوة. إنما الملوحة في المية. أنت قلت لي مساحة قد إيه؟ مساحة 20 فدان. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. بقالك كام سنة شغال فيها؟ بقالنا 16 سنة هنا. إمتى بقى ابتدت تظهر عندك مشكلة الملوحة؟ من زمان. من زمان؟ بس احنا مية النيل كانت بتخفض عندنا شوية لأن ما بنعتمدوش على الارتوازي على طول. بنعتمدوا على النيل، فلما النيل بيبتدي يقل دلوقتي ما عادش قدامنا غير الارتوازي. والارتوازي دلوقتي طبعا نسبة الملوحة فيه عالي. حللت قبل كده المية؟ ووصلت كام الملوحة فيه؟ 1000 و1100. 1000 و1100. هو الحرنكش يستحمل الملوحة لغاية قد إيه؟ الحرنكش يبدأ من 600 و700 زي الفراولة. زيه زي الفراولة. أنت زارع فراولة هنا؟ زارعين فراولة. المشاكل كانت بتحصل في الفراولة وفي الحرنكش مثلا، إيه اللي يحصل له؟ عفن الجذور. عفن الجذور بسبب الملوحة. بسبب الملوحة. تحلها إزاي بقى؟ تتعامل معاها إزاي؟ بتحرق النسيج الجدر نفسه من تحت. تحرقه. أنت كنت بتتعامل معاها إزاي؟ بنتعامل بنجيبه مخفض ملوحة. بتعالج بس بتكلفة عالية. التكلفة إيه اللي مشكلة؟ بس الجير كان بيعدي 1000 وهي. الجير كان 5 كيلو 5 لتر. يعني مثلا أنت لو كنت هتزرع فدان حرنكش زي ده كان يكلفك مضادات أملاح قد إيه ملوحة؟ في الزرع ما يكفيش 5 6 جراكم 5 6000. يعني في الزرع الواحدة؟ الزرع الواحدة. طب ودلوقتي أنت تخلصت منها خالص؟ ما بقتش تضيفها؟ لا طبعا ما عادش. يعني إحنا دلوقتي حتى في محصول زي محصول الحرنكش ده بيقول لي كنت بضيف 5 6 جراكل ب 5 6000 جنيه في الفدان، دلوقتي دول اتشالوا من التكلفه بتاعتي، يعني ده يزود ايه الربح بتاعي، يزود في الانتاج كمان او يزود في الانتاج. انت ما بتعالجش عفن خالص دلوقتي. ده كده ما بقتش بتعالج عفن خالص. كانت بتسبب نقص في الانتاج، كانت بتاكل الجدر. حل الشات كانت بتموت من وهي شتله والله. انت عندك ايه تاني جربته عليه؟ الشطه اللي هي الفلفل اللي احنا موجودين فيه ده. شطه تصدير. ليه بتعرف تصدرها؟ ايه المواصفات التصديريه يعني؟ هي النوع اللي بيحمر ده اسمها مستار. مستار. ديك شغلتها تصدير بس لانها حاميه خالص. فرقت معاك برضو لما ركبت جهاز دلتا ووتر في الشطه؟ طبعا. بقاله قد ايه الجهاز عندك؟ الجهاز عندي بقاله 3 سنين ما شاء الله. انا يعني في نموذج اهو الحاج بيقول لي بقالي 3 سنين مركب جهاز معالج ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه. 3 سنين. الثلاث سنين دول اختلفوا عن ما انت بتزرع؟ اكيد طبعا. ايه الفرق بينك الثلاث سنين دول والسنين اللي فاتت؟ احنا ما كناش بنزرعوا الفراوله، بقينا نزرعوا الفراوله. كناش بنزرعوا الحرنكش، بقينا نزرعوا الحرنكش. الشطه برضه ما كناش بنزرعوها، يعني كنا بنزرعوا المحاصيل بطاطس بصل، الحاجات اللي هي ما بيهمهاش مقيد. الحاجات اللي هي ما بيهمهاش الملوحه. لكن الدكتور لما ركبنا دلتا بقينا شغالين في كل الخضروات دلوقتي.